السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال؟ ان شاء الله طيبين. الله يعافيك. يقولون انك زعلان مني، هل هذا الكلام صحيح؟ ايوه زعلت ابو نص ساعة. والله يا ابو اسامة اني دعيت لك من هنا، من هنا جنب الكعبة، والله دعيت لك بالرزق والصلاح، ودعيت لناتك قسما بالله. والله العظيم اي والله الله يجعلني فداك. الله يعزك ابو داود، كثف كثف دعوات، تكفى ذنوبك كثير ولا ايش؟ لا كثف، كل واحد عنده ذنوب، كثف دعوات. تكفى يا ابو داود، مسامح يا قلبي، والله مسامح، بس كثف دعوات، بس كثف دعوات كثير، ابكي ابغى دموع. صحيح هذا الكلام يا امي؟ ايش في يا امي؟ انتوا بتخرجوا؟ ايش عندك؟ بتخرجوا؟ ايوه. افا ان شاء الله بنصلي العشاء بيجوني. احنا متفقين ان احنا نجلس جدولنا واحد وكلنا سوا؟ هذا خليك معايا. نصلي العشاء في الحرم. ايوه تمام؟ بيجوني صحباتي. صحباتي حلو. ايوه. متفقين ان احنا نجلس جدولنا واحد وكلنا سوا؟ هذا خليك معايا. نصلي العشاء في الحرم. ايوه تمام؟ بيجوني صحباتي. صحباتي حلو. ايوه. ان شاء الله بنخرج كذا بكيفكم كذا، ما في رجال في العيله هنا لا 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 والله العظيم. لا سلامتك والله سيد الرجال يا امي. الله يسعدك يا امي، بس على نفسك. ها ما هو على امك. لا انا ما سويت رجال يا امي. لا لا ها لا، انت الرجال مو انا يا امي والله. صلى على النبي، لا تضحك عشان صدرك. والله صدري تعبان. لا سلامتك، فين ولا فيك يا قلبي؟ سلامة قلبك. ايوه فهمت. تروح مع مين؟ مع صديقاتي البنات. البنات؟ ايوه. عايزين انكم بالثانوي دحين مع صحباتي. لا اسمع. بنروح بنتعشى. عشاء يلا سوا. يا ولد استحي عشاء سوا، والله عشاء سوا. تجلس هنا مع عيالك. كيف؟ ما في غير كذا. بيبي سيتر انا؟ خلاص اضحك اضحك. لا بتجلس مع عيالك. لا يا امي بجي معاكم. امي فكر في الموضوع وبجي معاكم. ولد استحي يا ولد، ايش بك؟ شو بتخلوني نشوف البكاء؟ انت بتجلس عند عيالك، ايش بك؟ والله اجلس لكم. والله اجلس عاقل والله. كيف يعني تجلس عاقل؟ خذوني معاكم كذا يعني في الارض. بعدين كيف تاكل؟ كذا. ايوه ما طالع. كيف يعني تمد يدك؟ كذا. واد ما اشوف. استحي واد استحي. طب مين بيوصلكم؟ بتوصلنا هي، بتيجي الحرمه. أيوة. معاها بنتها ونروح. بنتها؟ ايوه والله ونعم. ما ب... والله ما اقول اجلس ورا في السياره، ورا اجلس واذا تبغوا شيء احرسنا يعني؟ احرسكم والله؟ اخاف عليكم يا حياتي يا عمري. اخريتي بيبي سيتر مع العيال. ايوه بتجلس عند عيالك، ايش بك؟ اوكي 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 وي اوكي 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 اخرج من وجهي الحين، ما في الا انا وانت. اسمع كلام بابا، اتفقنا؟ ايش مالي صلاح؟ مالك صلاح هذا الكبير. ايوه من بدايتها مالك صلاح. دودي وقف هنا، وقف هنا، حط يدك في يدي. ايوه اسمع الكلام ولد، ولد تعال اسمع الكلام، خليك جنبي، لا تروح يمين ولا يسار. دودي تعال، دودي تعال، لا تتعبني، تعال دودي ولد، مو وقت وتعال دودي. ايش تبغى؟ تبغى هذا؟ ايش هذا؟ هذا؟ ايش تبغى بالضبط؟ حدد لي. تعال يا بابا، امشي جنبي. تعال. اي شاطر. يلا قول واحدة ابو داود. ايش تبغى؟ يلا ايش تبغى؟ طيب انا معاك ابن الناس. ايش تبغى تاكل؟ بابا. يا بابا بابا انت بالصحي نطيح، الله يرحم له. لا 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 بابا لا، هذا لا. دودي حبيبي اعطيني الصحن، اعطيني الصحن. ولد ولد بابا بابا بس. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا اخي لحظه استشعار فقط لقيمه الامن والامان اللي احنا جالسين نعيشها.
الحرم مئات الكلوات ولسه باقي توسعة ما شاء الله تبارك الله. الحرم على كبره على مد النظر في كل خطوة تلاقي عسكري أو جندي يدلك على المكان الصحيح. لا لا من هنا أخوي، لا لا تفضل من هنا، لا لا من هنا. والغريب أكثر إنه يتكلم أكثر من لغة. إي والله اندونيسي، أردو، عربي، إنجليش، ما شاء الله تبارك الله. يا أخي كيف النظافة في كل خطوة، أنت عارف وأنت ماشي هنا نظافة، هنا عمال، هنا نظافة، هنا عمال، هنا مدري إيش، ما شاء الله تبارك الله. أقل شيء نسويه إنه نقول شكرا لحكومتنا الرشيدة إنها شايلة هذه المسؤولية العظيمة. هذا بيت الله الحرام مسؤولية عظيمة كبيرة. شكرا، الله يعزكم ولا يعز عليكم. شكرا، شكرا لحكومتنا، شكرا لقادتنا على الشيء اللي احنا جالسين نعيشه. اصبر وعاوز ايه عاوز بابا بابا انت شافك الفترة الأخيرة تتكلم مصري، انت من فين تعلمت مصري؟ من اليوتيوب. من اليوتيوب؟ انت يعني تحب مصر؟ ايوه. الله والله تستاهل من الدنيا. انزل الله يرحم لوالدك، انزل انزل. ايوه بسم الله عليك. هذا لابسه انت غلط يا كابتن يا حبيبي، لابس الشبشب غلط يا حبيبي. جالس اسولف مع امك انا. اي شبشب الشبشب شبشب. ايوه عدل عدل، اقلب. كل شيء انت تسويه على الصامت ما شاء الله. يلا فك. ايش يعني ما فيك تكمل يعني؟ فك. ايوه بابا. ها بابا. يلا اوكي حاضر، يلا البس الحين. ايوه شاطر. يلا ورا 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 ورا. امشي الاسبوع ده انا معاك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الحمد لله السلام. والله حبيب قلبي ما تشوف شر سوى عمليه في لا لا ايش في؟ انا قلت له انا اروح مشاكل ارجع على مشاكل. بحط الصغيره بنوم انت عشان البث هذا كله تسوي لي تقريب لي بيتي رجعها. بحط ثامر انا جيت. ثامر انا جيت انا جيت. طيب انا شفتك انت جيت. اهدى قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انت حتروح ترى لو قلت اجابك. يلا بسم الله الساعة 2 يلا. قال الحين وين نوم؟ ما حنام. هذا فيه هنا الساعة 4 حيكون هنا ذا جالس بيدوم عندنا. الله يسعدك ايش انك طيب والله. هذا يقول ساعدني بالكلب اشيله وادري شويه. الحين ايش الهرجه بفهم بس. ما ادري يقول ساعدني بالكلب ادفع. انا بحط صغيري منك الدوشك وبنوم. الدوشك دوشك ونوم. دوشك واثق دوشك فاهمين. دوشك ايش الدوشك يا الدوشك يعني مرتبه. لا 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 خلها اكسبيرينس. اي والله اي انا بفهم بس الحين يعني هذا هينام هنا ولا ما هينام ما ادري. شوف الدوشك حقه يجي هنا ولا ما يجي ولا ايش. والله لو ضربتك في الزراعه حعورك. هذا النتيجة الحق. اقسم بالله قسما بالله شعرك الخفيف ده اي روق. طيب وين النوم؟ خلاص انام في غرفته. اي لا تفك الباب لا تفك الباب لا تفك الباب لا تفك الباب. والله ما امزح وربي ما امزح. تعال قفل قفل تعال. اتوقع ما يحتاج تجيب عيال. خلاص خلاص اي الحمد لله راح قرادي. رجع رجع يا اخي يا اخي رجع ما امزح معك. رجع يا ابن الناس. والله قلبي صرت خايف عليك من القولون والضغط. قسما بالله مرتفع ضغطي لي اسبوع ورب الكعبه من يوم ما جاء. اهدى وروق وشويه ترى والله حبيب خلاص يا ابن الناس رجع الله يرضى عليك. يا اخي جبته للرجال الضغط. من اللي رجعنا؟ مو انت. هو اهدى اهدى. خلي عندك حسن الظن بس تبي تهاجم مشاكل. يا ابو حسن الظن انا انت اخرس اهدى اهدى اخرس يا جويد. لما ثامر يتكلم في مواضيع هي الصح. هيا شيل يلا يلا. الحمد لله رقعتها. لعيب انت لعيب. الله يجيب لي 25 يوم ترى. 25 دفوا انت حتموت. دف يلا. ما يقدر. ايش ليش سويت طيب كذا؟ انت قاعد تلعب انت بزرع عندي في البيت هنا. خربت بيت الرجال. والله يا حرام. شوف 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 والله هذه جيت كانت بيضة تلق لق. والله والله يقعد يدخلوا بشباشبهم ويوسخوا البيت. والله حرام اللي
والله دوب انتبه داخل هنا. انا كنت هنا والله صلي هنا. لا لا انا كنت هنا بس والله شد والله كلمته 42 مره على الهرجه والله. انا صلي هنا هنا هنا. انت تصلي عند الباب انا كذب ما لك صلاح انا كذب انت صلي احنا دائما نصلي هنا. ما لك صلاح انا بيتي هنا صار فين هنا ايوه. اخرس يا ابو علي بلا تدخل. لا تبدا تقول ها جبت كلمه جديده انت اليوم المفروض تعتمر تيجي صلي على النبي. انا ثامر صوتك ترى عالي اوف والله. اهدى اهدى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدى 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 روق 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 ثامر روق ثامر روق ثامر روق اهدى اهدى انا حاسك ما صبيت اهدى 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 زين وصابي الرنج ما يضحك الرنج زينو اهدى اهدى يلا خش لا تصوت الله يرضى عليك بقانون عندي موعد الصباح خليه يقفل دحين نشوف اهدى اهدى ثامر اهدى اهدى روق روق ثامر اهدى خلاص روق اهدى ابغاك تهدى انا مهدي اهدى لا ما انت مهدي شوف احسب والله اهدى روق ما شاء الله تبارك الله هذه هديه جات لثامر من ام سعود ها بالله تعال خلينا نفتحها نفتحها هو ما ادري ايش بامه يبي يفتحها تعال نفتحها يا اخي ليش ما يجي عادي اصحابه وش في النائب نشوف الهديه ما عارف ايش فيها طيب خلينا نفتحها ايش المشكله انا ما في مشكله بس انا احس انه ما له داعي والله والله عادي مقفوله يا اخي خلاص 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 امسك هذه بس امسك هذه ايوه شيت ايوه أسامة. خلاص انتهى الموضوع اسامه روق اسامه روق اسامه ايش بك أوه سام والله ما يدي والله والله بالله ما لك داعي إيه والله حاجات خصوصية وتذكر أوف ما شاء الله تبارك الله استاذ استاذ يا سام روح اللي يعجبني فيك أوف ما شاء الله افتح 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 ما شاء الله تبارك الله لك جيب ها إيه افتح طيب الناس ايش والله الصلاة على النبي ما شاء الله شفت اللمعان دايمون It's diamond, man. إيش جالس تعلن أنت؟ ودي أقول لك تبدأك بالصعب. لا والله هذه والله ما تكتب لي أسامة روق. الباب. طق طق. روق. هتلبسها؟ والله أنت قوي لو لبستها. لا ما ألبسها. والله. لأنه عيب. أيوه. والله لأنه عيب يعني هذا. شوف رجع 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 خلاص رتبها رتبها خلاص شفناه خلاص رجع رتبها ما عندي مالي نفس رجعت صدق لا والله خلاص حق الناس الناس رجعتها والله معلم ابو علي خلاص كذا شفناه وما حد يعرف لا لا دقيقه ايش تسوي تسوي ذي؟ ريفيرش اعاده تدوير اصبر بس شكرا ثامر معلق خمسة سنابات من أول معلقة ما هي رادت فوق حبيبي هدية أم سعود الحبيب جالس يلعب فيها ويفكها أنا ما يرضيني هذا الكلام فكة 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 ما شاء الله تبارك الله أنا جالس أقول له باي تعال دقيقة بكلمك تعال يا مشدود يا معطل صار لا لا هو رجعها زي ما كانت بس انا حبيت ودي يعني انا ما احب اللف والدوران تعال دقيقه انا انا انسان سيده والله والله انك سيده تعال أيوه. انا استاذنكم انا استاذنكم ايش اللي فدك مفتاح هذا اللي نازل مفتاح طيب تعال ابو هذا والله ما ينفك والله ايش تبغى يا ولد تعال مو انت قوي ايش تبغى هتنام في المطبخ؟ قول ايش عندك؟ هتنام في المطبخ؟ والله مي... اوف 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 السلام عليكم طيب ايش عندك؟ شديد انت؟ السلام عليكم بالادب انا اجيبك ايش بتسوي؟ بدق على الشرطة؟ خبرت انت ايش بدق على الشرطة؟ انت ترى فتنة مرة ترى من وقت ما دخلت ترى والعيال كل واحد مدخلني معاه في مشكلة انا بستاذن انا عشان لا تفهمني غلط استاذن انقلع تعال يا ابو علي اوف تعال بجيك تفضل اعتذر على ايش؟ على ما فكيت هدية احنا عارفين هدية مين عارفين هدية ليش تفكها؟ عارفينها والله قوي انت هذه شيء قوي لا والله ما حد يضربك انا ابو علي صح؟ قوي الله قوي الله مسكين دحين انت ترد يا كمان؟ ايوه بيجهز جوي بيجهز انا استاذن انا استاذن انا استاذن والله ما تستاذن قال لك استاذن والله انت قبل شوي كلنا كلنا نصير اصحاب طب احنا اصحاب ما احنا اصحاب والله عشتني الجلسه هذه يا ابو سعود لا اله الا الله
استغفر الله، دعيت لكم كلكم يا رجال. الله يسعدك. اي والله بالاسم، والله بالاسم. ودعيت ان الله يشافيك من الشخير اللي ازعجتنا فيه. خلاص الكنداسه خلاص فكها. يلا الحمد لله على السلامة. ايش بك يا ثامر كيف انك مهموم ومط؟ لا والله ماني مهموم. يلا سويها. ايش هي ذي؟ الهرجه اللي في راسك سويها. اي هرجه؟ هرجه باقي اثنين امشي معاهم دحين. زعلني فيهم ولا ايش؟ تخرج مننا ما نرجع مع بعض؟ ليه يا ثامر انت كذا؟ استغفر. قاعد تحسب كم فتنه سويتها وخارج؟ ايش تبغى هي جلست هنا؟ انا عارفه ترى. عادي جلست ابو سولف مع الرجال. ايش بكم؟ ارجع مكه معاك جن. ارجع مكه. ارجع قول لك اربع شهور. ارجع اربع شهور. ارجع 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 يا ابني. انت زي ايش في انت كذا كذا في الشقه؟ ايش في كل مكان يتحرك؟ غرفتك تحت يعني. ايش غرفتك؟ غرفتك الباب اللي جنب الرنج وراه. روح نام يلا بسرعه. انا اكلم بكره. انا اكلم. روح والله راح. لازم يروح. والله راح لازم يروح ذا عشان يدبل الهرجة بسرعة. بيسوي مشكلة ذيك حتكون كبيرة ترى. هذا حتكون ما فيها رجعة بيننا. شوف شيلها مني يا ابو سعود. والله مسبحتين شيلها مني خلاص. ايش بقول العيال؟ والله ما حييجوا بلكوا بعض وحطوا والله انك فنان يا ابو علي. كيف حالك؟ شوفوا هذه ال 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 عارفين معروف حقت مسك الحبل. لا ازعى هاند ميد هذه. هذه اونلي وان بيس. شوف كيف سواها. وان اوف وان. هذه وان اوف وان واحده في العالم عندي انا. الله كستمايز. بس في النهايه ترجع لابو سعود يعني المالك ابو سعود هنا لانه هي حقته اصلا. شوف بالله ايش سوى. ايه بالله ايش رايك في الارت؟ لا لو دقت صوت المشكله. طيب انت ايش تبغى؟ انت تبغى الحبل؟ ما ابغى الحبل، انا اللي افك الهديه. يا شيخ انا بمشي، انا ما بسوي مشاكل والله. السلام عليكم. السلام عليكم. تبغون بشيء؟ تبغون بحاجه؟ تفضل حبيبي نورت. الله يوصلك للباب. تبغون بشيء ثامر؟ لا شكرا شكرا. ما ابغى اي خدمه. كلمني الجيران اللي بعديها. روح ما يحتاج. روح تمام؟ توكل 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 على الله. فرحان فيها انت. ثامر اي شيء تحتاجه كل. روح روح يا ابني روح. انا ما اقصد شيء بس يا خلاص اوكي خلاص. نسيت الشنطة حقتي بس. شنطتي فينها؟ خلاص اعطيني شنطتي بس. اوه صل على النبي. شيلها شنطة مدرسة شايلها. يلا روح.